رانا في عشية الثورة التحريرية نوفمبر، حبيت أن نروح الجناح الخاص بالثورة التحريرية، لأنه نشوفوا أنه الثورة التحريرية هي اللي خلت الجيل تاعنا أنه يحافظ على ثوابت الهوية الوطنية. ونشوف أيضا أنا بداية راني بديت بهذا الرواق هذا، واقتنيت كتاب، الكتاب الأول اللي شريته هو ميتة على قيد الحياة، اللي فيها عدة قصص من خلاله راح نشوف أنه راح نخرجوا بإيديولوجية واحدة. جيت اليوم للمعرض الوطني للكتاب، صالون دولي للكتاب سيلا، الطبعة 26، الله يبارك، يعني صار لي 12 تقريبا كل عام نجي، الله يبارك. يعني هدفي الوحيد اللي نجي لهذا المعرض أنه نلتقي بالمعارف الجديدة، كذلك يعني دور نشر مصرية ومختلف البلدان، لبنان مثلا، دول عربية وغيرها. يعني نسي نحوس على الكتب اللي اهتم بها، مثل مجال فكري ومجال ثقافي كذلك ومجال نفسي، ولما لا الضمان اللي نقرأ فيه يعني في الجامعة، تتبادل معارف وتلقى يعني أفكار خارج صندوق أو خارج ولدنا وأوطاننا الحبيب الجزائر، يعني أوطان أخرى وثقافات أخرى، وتدي يعني المعارف وتكتسب وتلتقى بأشخاص جدد، ولما لا يعني تفيدهم وتستفيد منهم. دور النشر تهتم بالمجال الطبي على العموم، مجال يعني العلوم البيولوجية للإنسان، تلقى يعني واش يفيدك، خاصة مجالي أو مجال الغير. يعني ضيعت بزاف كي ما جيتش للصالون مثل هذا، يعني ولو حتى لو لم تشتري كتب، تعال لتلتقي باشخاص جدد، تدي معارف اخرى، نطالع الكتب، نشوف كتب جدد هكا. شغل عادل بزاف نقرا كتب في الدار، حبيت نشوف كتب صح، كتب الجريمه والتشويق وتن فانتازيا عليها، هذو على الخيال وعالم السحر، هذوك بزاف نحبهم. الشيء اللي خلاني نجوز للصالون هو حبي للمطالعه، وباش نشوف الكتب الثقافيه والوطنيه والفلسفه والرياضيات والعلوم. والله اللي ما يجيش راحت له بزاف. برعاية إيمو براو، قاع نبراو.